الإخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة المهمة جدا والمثيرة من القضايا الساخنة اللي كنقدموا في هذه القناة. قبل ما ندخل في صلب موضوع حلقة اليوم، بغيت نفكركم بأنه قبل سنة تقريبا، سنة واحدة، كان جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس الأركان العامة، كان عين واحد الرجل معروف بالنزاهة والإخلاص دياله، وهو الجنرال الفاروق بن الخير، كان عينه في أعلى منصب من مناصب الجيش المغربي، وهو المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. والتعيين ديالو ما جاش هكاك، التعيين ديالو جا بناء على واحد الدراسة وعلى داكشي اللي لاحظوه فيه من كفاءة ومن نزاهة وإخلاص، خصوصا من بعد الخدمات العسكرية الكبرى اللي قدمها في الصحراء المغربية، بحكم أنه كان هو المسؤول على طرد فيالق البوليزاريو ومن القرقارات. ولهذا السبب شاف جلالة الملك بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب. ولكن للأسف الشديد هذا الرجل العظيم بحاله بحال جميع الناس، جاتو شي أمراض والقرص مضطر باش يولي يتحرك على كرسي متحرك، يعني كرسي المقعدين. ربما الأمر كيتعلق بشي طارئ صحي مؤقت، وغادي يرجع الرجل الكامل القواه الصحية. وكنتمنوا ليه الشفاء العاجل من هذا المنبر، وكندعيو معاه كيف كندعيو مع جميع القادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين الشرفاء في هذا البلاد، بموفور الصحة والسعادة وطول العمر إن شاء الله. وهنا تبين بأن السيد الجنرال الكبير الفاروق بن الخير ولا خاصو بعض الوقت باش يتفرغ للعلاج، ولهذا السبب ربما أصدر القرار باش يعطيوه الراحة، يعني يخليوه يرتاح ويتعالج على خاطر دون أي ضغوط من ضغوط المسؤولية الجسيمة اللي ملقات على العاتق ديالو، بحكم أنه كيف قلت لكم كان معين مفتش عام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وهذا راه منصب كبير وحساس بزاف، علما أن الرجل تفكرتها إدابة هو اللي شرف أو وقع مع الأمريكان العديد من الصفقات المهمة ديال التسليح العسكري، وكان هو القائد ديال القوات المسلحة الملكية في مناورات الأسد الأفريقي الأخيرة، وقام بأدوار عديدة جدا واللي من أهمها وأبرزها وهي طرد فيالق البوليزاريو من منطقة القرقارات. وحسب ما تابعته شخصيا من شهور عديدة من نهار تعين، فالكل كان كيشهد ليه بالصدق والأمانة والولاء والإخلاص تم ديالو في خدمة الشعار الخالد الله الوطن الملك. اليوم استقبلوا جلالة الملك وهو على كرسي متحرك كيف قلت لكم قبل قليل، وهذه هي الصورة ديالو اللي غادي تشوفوها، هذه اللي كتشوفوها معايا الآن. هنا كيبان كيفاش جاء على الكرسي ديال المقعدين وكيفاش استقبلوا جلالة الملك قبل ما يقرر التوشيح ديالو بواحد الوسام هام. وكيف كتبت اليوم في هذه المقالة ديال الموقع اللي كنشرفوا بالإدارة ديالو بالشفاء العاجل للجنرال فاروق بن الخير، فقد ظهر على كرسي متحرك في حضرة جلالة الملك، وهذه هي الصورة ديالو اللي كتلاحظوا معايا الآن. هذا السيد الجنرال الفاروق بن الخير وهو على كرسي المقعدين، وكيف كيبان بأنه كيعاني من شي طارئ صحي ما هو اللي خلاه يتفرغ للعلاج. وقلنا بأنه تأكد رسميا اليوم بأن الجنرال الفاروق كان كيعاني من مضاعفات صحية وهي اللي خلاته يتفرغ للعلاج، وهذا الشيء تمت الملاحظة ديالو من بعد استقباله من طرف صاحب الجلالة، حيث ظهر على كرسي متحرك ونسأل المولى الشفاء العاجل له. وفي نفس المناسبة قام جلالة الملك أعزه الله بتوشيح صدر الفريق أول بالخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش، تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن. وفي نفس الوقت عين جلالة الملك الفريق محمد بريد مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية خلفا للفريق أول بالخير الفاروق. المهم هذا الشيء واضح، والناس الآن كتسأل شكون هو الجنرال الجديد محمد بريد اللي عينوا جلالة الملك في هذا المنصب الكبير والحساس، أعلى منصب عسكري في الجيش المغربي من بعد القائد العام أي جلالة الملك. بلا شك كيف قلت لكم بزاف ديال الناس الآن كتسائل شكون هو هذا الجنرال، بغينا معلومات عليه، ولهذا السبب جبت لكم المعلومات الكاملة. الجنرال دو ديفيزيون محمد بريد اللي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مفتشا، يعني عينه مفتش عام ديال القوات المسلحة الملكية وقائد للمنطقة الجنوبية سنة، يعني تزاد سنة 1955. ومن المعلوم بأن بلاغ ديال القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية قالت بأن الجنرال دو ديفيزيون محمد بريد هو خريج ديال الأكاديمية الملكية العسكرية
سلاح المدرعات واللي راكم خبرة عسكرية كتمتد لحوالي 43 سنة تبارك الله وما شاء الله، خبرة وتجربة طويلة جدا، وهادشي كله في مجال إعداد القوات والتكوين. السيد الجنرال جديد حاصل على دبلوم من كلية الدفاع الوطني بفرنسا، وكذا على ماستر في الدفاع الوطني، وقد شغل الجنرال محمد بريد مناصب المسؤولية ميدانيا في الميدان، وخاصة في اللواءين الملكيين المدرعين الثالث والرابع، كما تولى منصب ضابط في القيادة العليا في مجال تكوين وتوظيف القوات قبل أن يقود المكتب الثالث للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية منذ سنة 2014، يعني كان هو الشاف ديال الطروازيام بيرو. وحاليا تم تعيين الجنرال محمد بريد مفتشا عاما للقوات المسلحة وقائدا للمنطقة الجنوبية. وقد حصل الجنرال دو ديفيزيون محمد بريد، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، على عدة أوسمة رفيعة خلال مساره المهني، من بينها وسام العرش من درجة ضابط، واختتم بلاغ القوات المسلحة أو القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالدعاء لصاحب الجلالة حفظه الله ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ولسائر الأسرة الملكية الشريفة. الإخوة الكرام، كنظن بأن الأمر كيتعلق فعلا بمعلومات مهمة، ولهذا السبب لازم من كل مغربي باش يشارك هذا الفيديو على نطاق واسع باش يعم الفائدة وباش يعرفوا شكون هو المسؤول الجديد على الجيش المغربي. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. كنتمناكم إخواني دعموا هذا المحتوى الهادف باللايك والبارطاج والتعليق حتى هو. كنقول لكم اللايك يعني الإعجاب، أنا اللي أعرف علاش أسيدي باش اليوتيوب يعرف بأن هذا الفيديو عليه الطلب بزاف والناس باغية تستافد من هذا المحتوى، وإذا كيخلي الفيديوهات ديالنا توصل للمزيد من الناس، والتعليق كينشط القناة ويخلي النقاش حول بحال هذه القضايا يتوسع أكثر حول مثل هذه الملفات اللي كنناقشوا في القناة ديالنا. أما البارتاج فكيعني المشاركة، فهذا كيعني أنكم أيها المواطن أيتها المواطنة أيها المشاهد أيتها المشاهدة كتساهموا معنا من جهتكم في نشر هذا المحتوى الهام وتوصيل الرسالة إلى من يهمهم الأمر. إذا كنت أنا صانع محتوى أنتم هما المعنيين به والأمر كيرجع ليكم، ودوركم في المشاركة مهم بزاف، اللايك والتعليق والبارتاج مهمين بزاف لصناع المحتوى الهادف. تحياتي العطيرة لكم جميعا، وإلى قضية أخرى بإذن المولى عز وجل.